وللمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. طبعا سأبدأ معك الآن من يعني الأسواق الأمريكية. هذا الأسبوع لدينا شهادة باول، لدينا أيضا أرقام السي بي آي المرتقبة وسط تزايد التوقعات بأن الفيدرالي فعلا سيتوجه إلى تخفيض الفائدة في سبتمبر. فكيف تتوقع يعني أن يكون، ماذا قد نسمع من باول في هذه الشهادة، وهل هناك سيكون إشارات إضافية لتخفيض في سبتمبر؟ حقيقة تتعالى الأصوات وتتعالى الأدلة التي تثبت أو تؤكد ضرورة أن يتجه الفيدرال الأمريكي إلى تشديد السياسة، تخفيض السياسة النقدية أو تسهيل السياسة النقدية وتخفيض أسعار الفائدة في وقت قريب. نحن آخر بيانات صدرت عندي هي نون بيرول يوم الجمعة، والتي أظهرت أيضا باختلاطها بيانات مختلطة ولكنها تميل أكثر إلى السلبية. بدأنا رأينا قراءات الجي دي بي. أعتقد جيروم باول لابد أن يصرح يعني أو يوضح في شهادته أمام الكونغرس اليوم ربما بعض المخاوف المرتبطة بهذه البيانات السلبية التي بدأت تظهر ضعف في الاقتصاد الأمريكي، يجب أن يتم التحصين ضده سريعا من خلال تقليص أسعار الفائدة. وفي نفس الوقت عندنا الـ CPI numbers هذا الأسبوع أو بيانات التضخم اللي ممكن أيضا تعطينا أدلة أكثر وضوحا على إذا ما كان هناك موعد مناسب في سبتمبر. بلا شك السوق يسعر الآن احتمالية أعلى مما كانت عليها بما يخص رفع تقليص أسعار الفائدة في شهر سبتمبر تحديدا، وهذا نحن كمتداولين وجمهور مستثمرين نقيم هذه الإمكانية بأنه لا يزال هناك ثغرة موجودة أمامنا، وهي احتمالية نوفمبر أن يكون هناك تقليص آخر إذا لم يكن يعني إذا حدث فعلا في سبتمبر. يبقى المجال مفتوحا لتقليصات إضافية، وهذا التحفيز ربما تنتظره الأسواق بشكل كبير جدا. حتى الآن البيانات الاقتصادية تؤكد ضرورة التوجه نحو تقليص سريع في أسعار الفائدة وربما إعادة تقييم للواقع. مع بيانات السي بي آي اليوم ربما نزداد تأكيدنا بشيء، يعني هذا الأسبوع يوم الخميس يزداد تأكيدنا بهذا الأمر. ماذا عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية؟ يعني اليوم هي تسجل ارتفاعات، ولكن يعني في الفترة الجلسات السابقة كنا شاهدنا عفوا بعض التراجع، وكنا سمعنا أيضا من عدد من البنوك الكبرى أنها تتوقع أن تبقى عوائد السندات مرتفعة لفترة أطول، خاصة على السندات طويلة الأجل. فيعني في ظل توقعات أو تزايد توقعات بأن الفائدة قد تتوجه، الفيدرالي قد يتوجه لتخفيض الفائدة في سبتمبر، لماذا نشهد هذا الارتفاع اليوم على عوائد السندات؟ حقيقة ارتفاعات مؤقتة، وأضمها إلى أنها كلمة مؤقتة لأنه راح يكون في عنا نوعا ما بما يتعلق بعوائد السندات تحديدا هذا القلق والأنسرتينتي وعدم الوضوح الذي يغذي بعض الارتفاعات، ولكن نحن في خضم ربما استقرار عند عوائد السندات في المستويات الحالية، بقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية بتقليصات محدودة نسبيا لن يؤثر كثيرا على سوق السندات. ربما حساسية عوائد السندات للإلكشن والانتخابات في نهاية العام ستكون أعلى وأكثر يعني خلينا نقول تقلبا، وإن كانت على المدى الطويل خصوصا لأنه راح يكون في عنا ربما وجود إدارة جديدة، بالتالي هذه المخاوف تكون مرتبطة بأنه يكون في عندي المستثمرين، هل سوف يكون توجهات أعلى نحو السندات، هل سوف يكون هناك مخاوف من سوق السندات تحديدا، وبالتالي تتأثر عوائد السندات نسبيا بما يتعلق بذلك. نحن نعلم تماما أنه راح يكون في عندي تقييمات ربما على المدى الطويل لعوائد السندات أعلى نسبيا، وبالتالي ذلك يغري المستثمرين بأنه يكون في عنا التخلي عن المخاطرة على المدى القصير والمتوسط مقابل يعني أكثر ضمانا في المدى المتوسط إلى الطويل، وبالتالي توجه نحو سوق السندات إن صح التعبير. هناك العديد من الأمور المفصلية التي تنتظر الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها قرار أسعار الفائدة، على رأسها انتظار وصول التضخم إلى المستويات المستهدفة، ونضيف إلى ذلك
الالكشنز او الانتخابات في نهايه هذا العام، هذا يكتنف الصوره بعدم يقين، عدم وضوح، عدم الرغبه بالمخاطره، وربما عمليات جني ارباح واضحه نحن عم نشوفها حقيقه في عديد من الاسواق وعديد من المؤشرات الرئيسيه. نحن هلا بموسم الايرنينجز مره ثانيه ربما نشوف بعض الارتفاعات طفيفه، ولكن عوده مره اخرى الى المخاوف. شكرا لك يا رائد الخضر، رئيس الابحاث في اكويتي جروب. Thank you.